ايه اللي هيحصل لو ستيف لعب جاي وور؟ طب يا شباب، التقييم تمام بيبقى فيه الضعيف، بيبقى فيه المتوسط، بيبقى فيه العالي او الاوفر، فيه اللي ملوش فيها. احب اقول لكم ان انا تحت اللي ملوش فيها، يعني انا سكاي وورز ديت انا لا افقه في، انا بص لا افقه شيء في البي في بي اصلا. تمام، فالنهارده انا كل هدفي ان انا اطلع من الثلاثه الاوائل. لو عملت كده فانا بالنسبه لي ان انا كده كسبت خلاص، مش مهم اقتل اخر واحد. واول جيم ما شاء الله طلع اوبي هوت، فيعني حاجه زي العسل ما شاء الله. اوكي، في واحد جاي، في واحد جاي، سمع صوت واحد، سمع صوت واحد. ايه ده؟ يا الله العظيم. يلا الجيم التاني ده، هنا ده، هنا ليه بسرعة. فول دايموند، هدول حطهم هنا، هدول حطهم هنا، تعال نروح للنص. يلا كده، انا ابطأ واحد بيبني في التاريخ، ابطأ واحد بيبني، ابطأ واحد. لا 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 ايه ده حبيبي؟ عربية. يا جدعان يا جدعان، البنج ده يا جدعان، البنج ده يا جدعان، بقى خرب بيت كده يا جدعان. الولا لقيته عمل تليبورت عندي، الولا ما تمشيش حركة طبيعية، الولا عمل تليبورت نط عندي كده، سبحان الله. بص جدعان، انا انوى بواحد. بص تا 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 يا عيني على البي بي بي، اللي بيحصل هناك في مدعكة، مدعكة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله 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 الله، ايه ده؟ يا جدعان اللي يا جدعان اللي قاعدين بيعملوا تليبورت ده، يا جدعان الولا مش فوق، قسما بالله لو اخدتوا بالكم، لو اخدتوا بالكم في كل مرة بموت فيها الولا بلاقيه بينتقل. افهموا يا جدعان، يا جماعه والله اللي بيشوفوا الفيديو اقسم بالله ما بهزر، واللي بيبقى واقف قدامي بينتقل. الولد بيتحرك زي ابن ادم عادي، لا النت عندي بيبينه لي ازاي بقى، بيعمل تليبورتات كده الولد بيبقى يمين. سبحان الله سبحان الله. هقتل حد، هقتل حد في حياتي اخيرا اخيرا، مع ان كان معاه سيف دايموند. ايه ده؟ ايه ده؟ انا خدت ايه ده؟ انا خدت كتلة. ايه في اختراع اسمه جميل يا جدعان، الحمد لله مايكروسوفت ضافته في الويندوز. الاختراع ده بيبقى بيقول لك انك تدوس الت واف 4 مع بعض.